روبي رايلز جيم، مجرد اكتب رايلز جيم راح يطلعني راح ياخذني الى الكوميونتي اللي هو روبي جيمز. روبي جيمز هي مجموعه نقدر نعتبرها مثل البلاجنز، تقدر تعتبرها مثل الاضافات ينضاف لي جيمز. على سبيل المثال الان انا ممكن استخدم مثلا ماي اس كيو ال اذا حبيت اربطه مع الروبي، لان هذا الماي اس كيو ال ليس له علاقه بالروبي، صح؟ ليس له علاقه بالروبي اون ريلز. فاذا انت عندك ماجول خاص بالماي اس كيو ال، لما اضغط على الكوماند الماي اس كيو ال راح يقول لك انه انت تقدر طريقتين تنصبها، يا اما تكتب جيم انستل ماي اس كيو ال، يا اما تستخدم الجيم فايل وتضيف الماي اس كيو ال. وراح نشوف كيف نستخدم الجيم فايل. عندك مثلا في حاله مثلا النود جي اس اريد استخدمه مع ال ماي اس كيو ال مع الروبي اون ريلز، الاحظ انه النود جي اس ممكن ربطه مع الريلز ايضا. اوكي، ممكن اعمل عليه كليك، ممكن انصبه عن طريق الجيمز فايل، او ممكن اعمله انستال عن طريق الكوماند. طبعا انستال عن طريق الكوماند مجرد تعمل كوبي لهذا، تيجي على التيرمينال سي ال اس داخل المشروع الخاص بيك، تعمل رايت كليك بيست، مجرد اضغط انتر راح يقوم بتنصيب النود جي اس مع الروبي اون ريلز. تمام، اذا الجيمز جميل جدا لما نريد نربطها مع اشياء اخرى. لما اكتب بوت ستراب مثلا، تمام، بوت ستراب ليس له علاقه بالريلز، احب اربطها معه، فهنا ينطيني جيم خاص بالبوت ستراب، ممكن اضغط عليها، ممكن احمل البوت ستراب عن طريق هذا الكوماند. او على سبيل المثال انا استخدم الجي كويري، جي كويري، تمام، انا استخدم الجي كويري. اذا جي كويري ايضا في جيمز جاهز للجي كويري، اقدر احمل الجي كويري وضعها في داخل الروبي اون ريلز. تمام، فاذا الجيم هي اضافات انه تربطك مع لغات اخرى، مع مكاتب اخرى، قد تكون هذه المكاتب تم تصميمها بالروبي اون ريلز، او قد تكون هذه المكاتب ليست تابعه للروبي اون ريلز. على سبيل المثال اريد اربطها مع لغه معينه، اريد اربطها مع نود جي اس، اريد اربطها مع البايثون، مع الجافا، مع الماي اس كيو ال، مع البوستجري، كل هذه الاشياء احنا نعتبرها جيمز، فاستطيع الاستفاده من الجيمز وتنصيب بقيه اللغات او بقيه المكاتب، الرياكت، الانجولار، الجي كويري والى اخره من الاضافات. طيب هذا بالنسبه للجيمز. الان احنا المشروع عندنا كامل، احتاج الى الاي دي اي اللي هو الاتوم، او اي اي دي انت تفضله وتحس انه ترتاح له عادي جدا، ما فيش مشكله. طيب بالنسبه للاتوم نجي هنا نقول نو نيفر، الويلكم نغلقه، يلا اوكي نغلق الويلكم. تمام، هنا نجي فايل اوبن فولدر، واجي اسحب المشروع. المشروع موجود في الكمبيوتر في السي في مسار ال وينه كان بروجكت، صح، هذا بروجكت ماي اب سيلكت فولدر، فطلع عندي كل المشروع. هذا هو المشروع. تذكرون قلنا الجيمز ممكن تنصبها بطريقتين، عن طريق التيرمينال اللي هو الانستال تيرمينال، وعن طريق الجيم فايل. ممكن اني اخذ هذا كوبي واجي اضيفه في الجيم فايل، هذا هو الجيم فايل. تمام، لاحظ هنا ممكن اني على سبيل المثال بعد هذا اجي اقول له بيست. تمام، لما اسوي بيست هنا وعمل له سيف، يبقى عندي خطوة أخيرة إنه أجي هنا أكتب شنو؟ باندل انستال. تمام؟ إذا هذه هي فكرة من الباندل انستال، يساعدني بتنصيب الجيمز اللي أحتاجه. ممكن أكتب هنا كومنت، الكومنت في الريلز هي هاشتاج، تمام؟ بوند يسمونه بعض مرات. تمام؟ وأكتب هنا مثلا جي كويري، مثلا جي كويري، اوكي، واجي اعمل سيف على سبيل المثال. بس انا هنا ما احتاج الى جي كويري، احنا عندنا الاثنتيكيشن، راح نعلمكم كيف تنصبون الاثنتيكيشن. اذا هاي هي الفكره عن الجيمز. هل عندكم اي سؤال عن الجيمز قبل ان ننتقل؟ اوكي تمام، بما انه هو واضح خلونا ننتقل للموضوع الاخر. اذا هذه هي ملفات الروبي اون ريلز. طيب احنا نقدر انه على سبيل المثال كيف نربطها مع الهيريكو. لو نجي على
الدوكيومنتيشن اللي موجود في الروبي اون ريلز. يعني انا دائما ارجع للدوكيومنتيشن، ليش؟ حتى تتعلمون كيف تستخدموها. لاحظوا احنا انا في الداتابيز انا ما احتاج، لان انا اصلا عملت مع الماي اس كيو ال، اذا لا حاجه للداتابيز. باندل انستل ينصب لك كل الديبندنسيز، كل الاشياء اللي تحتاجها من مكاتب، من ملفات الداخله من ضمن المشروع. هذا احنا فهمناها. بعدين نجي عندك هنا الداتابيز YML، هذا ما احتاج حاليا انه اعمل اي ابديت. اوكي، لكن هنا عندنا الويلكم بيج وراها الريلز سيرف. طيب احنا قلنا انه الروبي اون ريلز الباترن اللي يستخدمه هو MVC Model View Controller. طيب خلونا نعمل اول كنترولر له. هنا اذا اريد اشغل الروبي، يعني انا نصبته بس احب انه اشغل الروبي، الكوماند اللي اشغله به ريلز S، تمام، او ريلز سيرف. ريلز S اختصار للسيرف، تمام. فهنا انتظر انه روبي اون ريلز يشتغل، يطلع لي هذا التحذير، اقول له الو، اوافق عليه. بعدين اجي على ده يشتغل هو على البورت 3000. اذا اجي على المتصفح هنا على سبيل المثال، اقدر اقول لوكال هوست نقطتين 3000، اعمل انتر. مبروك عليك روبي اون ريلز، تم تنصيبه. طيب الريلز كوماند، اذا احنا جينا هنا عملنا مثلا على سبيل المثال عملنا كنترول سي، كنترول سي راح يوقف الريلز. طبعا هنا يقول لك التيرمينيت باتش جوب، تريد توقفها تضغط على واي، يس يوقف لك السيرفر. فلما اجي اعمل هنا ريفرش راح يظهر لي كانوت فاوند بيج. لما اكتب ريلز اعمل انتر، الريلز راح يعطيني مجموعه ادوات انا ممكن استخدمها. من هذه الادوات الكثيره انا استخدمها اللي هو جنريت، تمام، جنريت، وعندك هنا دي بي والى اخره من ادوات. هاي في حال اذا انت تريد تتعلم او تريد تتعرف على الادوات اللي موجوده في الروبي اون ريلز. طيب حتى نخلق بيج معين سي ال اس، عفوا اي لينو استخدم لينكس فدائما اكتب كلير. سؤال تم تنصيب راعي راح يبدي الشغل اكبر، اكيد اكيد راح نبدا بالشغل، انا لا تستعجل. سي ال اس لو نجي نكتب هنا ريلز على سبيل المثال ريلز جنريت، اوكي، لما اضغط جنريت راح يسالني ما هي الشيء اللي تريد توليده. جنريت هو توليد، طيب ما هو الشيء اللي تريد تولده انت؟ اوكي، احنا اكثر شيء بشغلنا يا اما نولد كنترولر، اوكي، او نولد موديل، او نولد مايجريشن، تمام، او نولد سكافولد. اكيد راح نجي لها ستيب باي ستيب، لكن خلونا نولد كنترولر على سبيل المثال. انه انا هنا اعمل سي ال اس، اجي اقول له ريلز جنريت كنترولر، ويكون هذا الكنترولر اسمه مثلا هوم، والصفحه يعني كنترولر اسمه هوم، تمام. الكنترولر يتحكم بصفحه، طبعا انت ممكن تكتب كنترولر وتعمل انتر، اوكي، بس انا دائما احب احدد الصفحه ايضا معاها. الصفحه مالته راح يكون اندكس على سبيل المثال، اعمل انتر. لاحظ راح يولد لي كنترولر وراح يولد لي اندكس جاهز بدون انه انا اجي ادخل بالملفات واصنعها. اذا ولد لي كنترولر اسمه هوم كنترولر، اضف الى ذلك ولد لي في سكشن الفيو هوم، وفي داخل هذا الهوم ولد لي index.html ERB. ERB بمعنى embedded ruby، بمعنى انه الروبي فيها، تمام. فاذا في الفيوز ولد لي فولدر خاص بهوم اللي هو راح يكون مربوط مع الهوم كنترولر، وفي داخل الهوم اللي هو html.erb هذا راح يظهر لليوزر. أضف إلى ذلك ولد لك مجموعة أشياء اللي هو التست يونت والهيلبر والأسيتس والسي اس سي اس اس، تمام. وأيضا راح يرتب لك إياها وين، راح يرتب لك إياها بالراوتس. يعني لو جينا على المشروع راح نلاحظ أنه إحنا هنا في الأب، لو فتحنا الأب، أوكي، الأب هو المين، تمام. حاليا كل الاشياء مثلا البن، الكونفيج، الدي بي والى اخره من الاشياء هذا اتركها. اكثر شيء المشاريع يعني ملفات المشروع اللي نشتغل عليها هي تكون موجوده في الاب. هذه الاسيتس اللي راح يكون فيها الجافا سكريبت، الستايل شيت، الايمجز كلها تكون هنا. يعني لما تريد تضيف بوستراب والى اخره تنزلها كلوكالي لازم تعرفها
في هذا المكان كجافا سكريبت كستايلز او ساس واي شيء اخر. اوكي بالنسبه للشانلز ما راح نتكلم عنها لان هذا الشيء ادفانس، بس لكن كنترولر اللي هو شغلنا حاليا، لاحظ هنا عندك كنترولر، هنا عندك موديل، هنا عندك فيو. تمام، فاذا في الفيو راح يكون كل الصفحات ال HTML اللي راح تتعامل مع اليوزر، الموديل كل الاشياء اللي راح نتعامل مع الداتابيس، والكنترولر اللي هو راح يكون المتحكم بين البيانات اللي تتنقل بين الفيو وبين الموديل. الكنترولر اللي احنا عملناه هو هوم كنترولر، صح؟ فاذا هذا هو الهوم كنترولر، عمل لك فانكشن اسمه اندكس. تمام، طبعا لو نجي على الفيو ايضا، في الفيو انا عندي شيء اسمه هوم، تذكرون هو لما صنع الكنترولر اوتوماتيكيا يطلع له ايضا في الفيو هوم على اسم الكنترولر اللي احنا عملناه. في داخله اكو شيء اسمه اندكس، تذكرون الكوماند اللي احنا كتبناه جنريت هوم اندكس. اوكي، فالكنترولر اسمه هوم، فمن الطبيعي في الفيو راح يعمل فولدر خاص باسم هوم، دلاله على انه هذا الفولدر عائد لهذا الكنترولر. تمام، في داخل الهوم احنا عملنا شيء اسمه اندكس، فمن الطبيعي انه نلقى شيء اسمه index.html. يعني اذا هذا كنت كاتبه محمد، اذا في داخله كان راح يكون محمد.html.erb اللي هو embedded ruby. اضف الى ذلك فات الجنريت انه اكو ناس راح تسالني هل انا ممكن اعمل كنترولر والفيو والHTML بدون الكوماند هذا؟ نعم ممكن تعملها، ممكن تجي على الكنترولر وتعمل رايت كليك وتقول له نيو فايل وتسمي اسم الكنترولر، بعدين لازم تجي على الفيو تعمل رايت كليك وتسوي لك فولدر خاص باسم الكنترولر، وبعدين فايل في داخل HTML. هاي التعقيد انت تقدر تختصره عن طريق الريلز جنريتر. زائدا انه انت لما تجي على الكونفيج على سبيل المثال وتنزل للاسفل اللي هو الراوت، مهم جدا في الراوت ألاحظ هو أوتوماتيكيا قام بإضافة home/index. بمعنى أنت لو تجي لمانيوالي تصنع كنترولر وتجي مانيوالي تصنع view، يبقى أيضا مانيوالي تضيف الراوت في داخل المسار. ليش؟ لأن أنت إذا ما ضفت الراوت بحياته اليوزر لن يستطيع مشاهدة هذا الفيو. خلونا نجرب، هو الآن موجود في مسار الهوم إندكس. لما أجي على المتصفح أعمل /home/index. تمام، واعمل انتر، اتصور لازم يشغل السيرفر. عرفت، رايلز سيرفر او رايلز اس. اوكي، فلما اجي اعمل ريفرش، اوكي هاي فتحها. اوكي طلع، لاحظ home/index، بتلاحظ home/index طلع عندي هذا الكتابة. يعني لما أجي على سبيل المثال على home index، خلنا نغلق هذا، يعني هنا بالview هذا هو الindex. تمام، لاحظ هذه الكتابات، ممكن أني يعني h1 tag مثلا أغيره أسميه، هسه راح يكتب اسمه محمد عيسى. أوكي طبعا أني يعني ممكن هنا أيضا أعمل له save. أوكي لما أعمل هنا refresh، لاحظ محمد عيسى، طبعا ال yes ثانية كتبت غلط. اوكي فاذا انت عندك كنترولر، ممكن تولد كنترولر. اوكي لاحظ هنا هذا الباك اند الخاص بيك يطلع لك كل ريكوست اللي تعمله. لاحظ كيف انه لما تطلب ريكوست يقول لك انه انت تريد تصل الى الهوم اندكس. اوكي طبعا هنا عندك الاجزاء اللي موجوده عندك توضحت، انه انت لما تيجي تصنع كنترولر، هنا لما تيجي تصنع كنترولر اوكي، وهنا تقدر تصنع الفيو اللي هي كانت في داخلها الهوم. تمام، احنا صنعنا كنترولر وهذا الكنترولر مربوطه بفيو. تمام، في داخل الفيو عندنا ال HTML. اوكي عندنا ال HTML موجوده في داخل الفيو. زين، فائده الكنترولر هنا احنا ممكن نصنع يعني في داخلها فايل اخر بدون صناعه الكنترولر. يعني هل ممكن انه نصنع احنا بيج اعتيادي بدون كنترولر؟ نعم ممكن تصنع في داخلها index.html.arb او محمد.html.arb، لكن انا دائما افضل انه يكون كنترولر معاها. ليش؟ لان في الكنترولر انا ممكن اتحكم بالكود. هذا الفانكشن الاندكس اللي موجود def index end. تمام، ممكن نذهب للconfiguration setting، هنا في setting الاديتور لو ننزل الأسفل هنا عندك 14، ممكن نعملها 20. تمام،
هنا عندنا الكلاس هذا في داخلها في function اسمه index. هذا ال index function هو لازم يكون نفس اسم ال view. يعني index.html لم تأتي اعتباطا، لم تأتي من الهواء، لا. هنا لما تختار function اسمه index لازم يكون نفس الاسم الفايل. أوكي؟ فهنا لما تكتب أي شيء في داخل هذا ال function راح يكون مسؤول تنفيذها في داخل من؟ في داخل ال HTML. تمام؟ اللي موجود في ال view. أوكي؟ هذه الفكرة من ال function اللي موجود فيها ال index. طبعا راح نجي ندخل للتفاصيل كثيرة من عنده. الراوت مهم جدا لأنه راح يوضح لك المسار. على سبيل المثال إذا أنا جيت عملت هنا comment لهذا الراوت، comment عملته save، لما أجي أعمل هنا refresh لاحظ أعطاني error no route matches، ما عندك route بهذا الشكل. أوكي، فالراوت مهم جدا أنه اليوزر لما يكتب مسار معين يستطيع أنه يأخذه للمسار الصحيح. الأول واحد home بمعنى أنه بيعتمد على الفانكشن اللي موجود في الكنترولر هوم، هذا اللي عندك الهوم كنترولر بلس سلاش عندك من الاندكس. اوكي، فلما يجي على الاندكس من هو هذا الاندكس؟ هو الفانكشن. اوكي، تنفيذ هذا الفانكشن مربوط مع من؟ مع الاندكس دوت اتش تي ام ال. اوكي، فبمجرد انه انت تتبع طريقه الجنريت، اوكي، اللي احنا اتبعنا طريقه الجنريت، لما ولدنا الكنترولر ولد لك الفيو، ولد لك الهوم. ممكن أولد كنترولر بدون فيو، نعم ممكن تولد كنترولر بدون فيو، بس إذا أنت تريد أكيد فيو معاها دائما اذكر اسم الفيو حتى هو أوتوماتيكيا يحدد لك الفولدر ويحدد لك الـ HTML في داخلها، حتى ما يكون عندك أي مشكلة يعمل لك المسار. كل هذا تحتاج المسار فقط تضيفه للناف بار، ذات سيت ينتهي الموضوع. أوكي، الجميل الجميل في الروبي أون ريلز يختلف شوي عن بقية الفريموركات بأنه أي ريكوست يصير عنده، أي ريكوست من اليوزر، تمام، اليوزر عمل ريكوست لموقعك للروبي أون ريلز، تمام، روبي أون ريلز، لما يجي للروبي أون ريلز، الروبي أون ريلز قبل لا يذهب للفريمورك أول شيء يعمله تشيك في البوبليك، بوبليك فولدر، public folder. اوكي، public folder بمعنى اول شيء يعمله ruby on rails يتشيك البوبليك فولدر، اذا كان هذا ال html موجود في البوبليك فولدر لا حاجه لتشغيل الفريم ورك، لتشغيل ال mvc. فلذلك ruby on rails جدا سريع. ليش؟ لان اول شغله يسويها يتشيك بالبوبليك، اذا كانت موجوده بالبوبليك راسا راح يعملها سيرف ويعطيها لليوزر. في حالة عدم وجودها في public راح يقوم بتشغيل ال MVC اللي هو يذهب للفيو، من الفيو يتأكد بالكنترولر، ومن الكنترولر يذهب للماجول. في كثير من الفريموركس لا تعتمد على هذه الطريقة، فلذلك Ruby on Rails سريع جدا كفريمورك أو كأنه يقلل الباند على السيرفر، بدل ما تشغل انت الفريمورك لما تشغله كل هذول ياخذون بروسيس. فالروبي اون ريل اول شيء يعمله يجي تشيك لك البوبليك فولدر، هل هي موجوده في البوبليك فولدر؟ لاحظ كم جميل بالروبي اون ريلز، هو خالق لك الفايل اللي هو 4.404 not found 422500 سيرفر بروبلم والى اخره. فاذا هي موجوده اصلا بالبوبليك لا حاجه لتشغيل السيرفر، فبهالحاله راح يكون الباند كونسيوم، البروسيس، الرام كلها راح تكون قليله لان هي اصلا موجوده بالبوبليك. في حاله عدم وجودها بالبوبليك، غير موجوده في البوبليك، بعدين يبدي يلجا للروت ويتاكد من الروت وين تكون هذه الاشياء اللي هي غير موجوده في البوبليك. فلهنا عندكم اي سؤال؟ واضح؟ اوكي، اذا احنا منريد نعمل pages دائما اربطها مع الكنترولر. ليش؟ لان انت اكيد الصفحه اللي راح تقدمها لليوزر اذا كانت صفحه فارغه لا تحتوي على غير، ليست صفحه فارغه، يعني فالمقصد انه مثلا صفحه HTML عاديه لا حاجه لوجودها في الفيو. انت اي صفحه ثابته مثل صفحه 404 او 422 او 500، صفحه about ثابته ضعها في البوبليك. اوكي،
لا حاجة لعمل كنترولر ولا أي ERP index. ليش؟ لأن هي ثابتة static لا تتغير. فإذا قم بوضعها في الببليك فيكون سريعة جدا الوصول إلها. في حالة عندك أنت تعامل مع الداتابيز على سبيل المثال، إذا نقدر نعمل generate الكوماند اللي موجود عندنا generate control، نعطي اسم الكنترولر ونعطي أيضا اسم الفايل اللي موجود في الفيو. ليش؟ لأنه إحنا لما نصنع في الفيو فايل بمعنى أنه لازم يكون attach مربوط مع الكنترولر، تمام؟ مربوط مع الكنترولر هنا، تمام؟ هذا عندك هنا function. طيب لو حبيت أنه أني أضيف، لو حبيت أنه أضيف function آخر، أنا ممكن أضيف function آخر أسمي هذا الفانكشن على سبيل المثال محمد، تمام؟ لما عملت هذا الفانكشن مفروض هذا الكنترولر يتحكم بفيو، تمام؟ فإذا أذهب إلى الفيو هنا، فيو منو هذا الكنترولر؟ هوم، يعني في فولدر الهوم. طيب الفانكشن هو محمد، إذا راح أصنع في داخل الهوم فايل، نيو فايل، وسميه بماذا؟ باسم الفانكشن محمد .html.erb enter. بمعنى آخر إنه لما أني أجي أضع، لما أني أجي أضع أي function، أي شيء في داخل الفانكشن محمد راح يتم تنفيذها في الفيو اللي هي محمد.html.erb. لاحظوا الآن أنا عملتها بشكل منفصل، تمام؟ أنا عملتها بشكل منفصل، فصار عندي view، صار عندي function. يعني ممكن controller يتحكم بأكثر من view، بأكثر من HTML. ممكن هنا يكون عندك مجموعة functionات، خمس functionات ممكن تعمل خمسة view، تمام؟ هذا هو الجميل في Ruby on Rails، إنه ممكن بcontrol واحد تتحكم بألف صفحة على سبيل المثال، بس أكيد هنا راح يكون عندك ألف function. أو مثلا حالة create، read، update، delete، أربع فانكشنات، إذن أربع صفحات في داخل الهوم. مرة واحدة خلقت الكنترولر، لكن أربع مرات راح أخلق الفيو. الفيو ما يحتاج أنه أنا أعملها في داخل الجنريت، لا، ممكن أعمل رايت كليك وأعمل فيو جديد، لأن فيو HTML يعتبر. صح هي مكتوب هنا ERB، لأن embedded Ruby on Rails. ليش؟ لا ينفع عمل index.html فقط، لازم تذكر وياها ERB، لأن أنت ممكن تستخدم في داخل الفيو أكواد للروبي. حتى تستخدم أكواد للروبي لازم تذكر أيضا كلمة ERB، وراح نشوف كيف نستخدم أكواد الروبي on Rails في داخل الفيو. راح نشوف كيف نستخدم الأكواد اللي موجودة في داخل الكنترولر. الكنترولر عبارة عن كلاس، كلاس لروبي مثل ما نلاحظ الآن، كلاس بسيط للروبي، كلاس يبدأ وينتهي هنا، الفانكشن يبدأ وينتهي هنا، تلاحظ هذا هو طريقة تعريف الفانكشن في الروبي. لما تخلق كنترولر لا حاجة لخلق الموديل، لذلك الهوم كنترولر لما أفتح الموديل لا يوجد هوم موديل. ليش؟ لأن أنا ما ذكرته، أنا ممكن أخلق الموديل واحد، أوكي؟ فهذا ككنترولر. إحنا باقينا 10 دقائق فقط، خلونا نستغل هذا العشر دقائق. لو جينا رجعنا لل get start، أجي هنا ممكن ألاحظ هنا منطيني بالview، لاحظ ممكن تضيف لك التايم، لاحظ هذا هو طريقة كتابة الروبي on Rails. لاحظ هنا لما أعمل copy وأجي على الفيو، خلينا نقول الفيو كان هو index، أوكي؟ طبعا هنا الفيو الindex، لما أجي أعمل هنا enter، لاحظ hello world، هذا ممكن أمسحها. لاحظ الروبي on Rails بهذا الشكل يتعامل، أكبر أصغر، يعني كتابة الكود الروبي في داخل ال HTML يكون أكبر أصغر ونسبة مئوية بهذا الشكل، بهذا الشكل اللي ينفتح، بهذا الشكل ينغلق. هذه الطريقة إذا كنت تريد يتنفذ فيها روبي، أوكي؟ لكن هذا لن يعرضه للمستخدم. كيف يعرضه للمستخدم؟ لما تكتب أكبر نسبة مئوية لازم تذكر بعدها يساوي، يساوي بمعنى print، بمعنى أطبع لي الكود اللي موجود في داخلها. لذلك نلاحظ أكبر نسبة مئوية يساوي، بمعنى أطبع لي التايم الآن. فلما أجي هنا أعمل السيف على سبيل المثال وارجع للصفحة اللي أنا بنيتها بالروبي on Rails على refresh، لاحظ time is now، أنطاني التاريخ والوقت.
اوكي انا ممكن اعمل شيء اخر، لو اخذ هذا البي على سبيل المثال واجي اعمل هنا انتر، يعني انا امتى استخدم بدون يساوي؟ البدون يساوي ممكن اكتب مثلا 2 على سبيل المثال اي يساوي 2 زائد 3. اوكي اعمل سيف، رفرش، لاحظ لن يظهر. ليش؟ لانه انا ما كتبت كلمه يساوي، بس ممكن اخذ كوبي من هذا، انزل للاسفل واجي اقول له هنا بعد النسبه المئويه يساوي، اطبع لي الاي. لاحظ 5 ظهر عندي 5. اوكي ف الان عرفت امتى استخدم يساوي وامتى استخدم بدون يساوي. في حاله عندي array على سبيل المثال وبعدين اجي اعمل هنا for، او مثلا if else، تمام if else اكيد لن يظهر لليوزر، نتيجه ال if else راح تظهر في اليوزر، تمام نتيجه ال if else راح تظهر في اليوزر. فتلاحظون انه الروبي جدا قريب من البايثون بنفس الشكل، لا يوجد فارزه مناقطه، لا يوجد اي شيء اخر. والاجمل من ذلك في الروبي يختلف عن البايثون في شيء معين، الا وهو انه في الروبي حتى لو اجيت انا كتبت الاند بهذه الصوره وعملت سيف، رفرش، لاحظ يشتغل التطبيق. روبي لا يهتم للمسافات، هذا الديف عند هذا الاند خلاص. لكن انتم تلاحظون في البايثون لما اعمل شويه سبيس تخرب الدنيا، او اخلي الاند اول واحد، صح؟ الان الاند قبل الديف، لو عملت ايضا سيف وجيت عملت رفرش، لاحظ يعمل بدون اي مشاكل. يعني حتى لو انت كتبت الديف هنا هو راح يعرف انه هذا الاند تابع له. فلغه ذكيه جدا وتعرف شو تريد او اليوزر شو يريد، تمام؟ فباقي لنا 6 دقائق، هل هذا الشيء واضح؟ بس كتبوا لي واضح، شيء جميل. طيب اذا احنا بقالنا 5 minutes، 5 دقائق، خلونا نشوف ايش راح نقدر نعمل بهذا ال5 دقائق. الهيريكو ايضا تم تنصيبه، صح له لا؟ لاحظوا هنا اكو شيء يعني مهم عندنا. الان انا لما اعمل ريفرش على سبيل المثال في الموقع، لما اجي على الروت يظهر لي هذا الكلام، صح؟ لو حبيت انه اني اجعل الهوم الاندكس هذا الاندكس دوت اتش تي ام ال، اذا حبيت انه يكون هو الهوم بحيث اليوزر لما يدخل يشوفه، احتاج انه اذهب وين؟ اكيد راوت. في الراوت الجيت يتم استخدامها للروابط، يعني تريد تحصل على مسار معين. لكن الهوم اذا حبيت اعمل الروت هو الهوم، مجرد اقول انه الروت الجذر الرئيسي هو هوم، لكن لازم ابدل بدل السلاش الى هاشتاج، فيكون روت في داخل سترينج هوم هاشتاج اندكس. خلينا نعمل هذا السيف ونجي هنا نعمل رفرش. لاحظ الان لما ادخل للموقع عندي شنو؟ عندي الموقع اول ما يدخل يتحمل الهوم اندكس بدون ذكر هوم اندكس، فاذا الفيو اللي عندي هو اصبح الهوم اندكس. طيب اكو شيء اخر ممكن نتكلم عنه اللي هو في الفيو. في الفيو انت عندك شيء اسمه فولدر لاي اوت. لاي اوت شيء رائع جدا، اللي هو application.html.erb. اللاي اوت هو اللي يحتوي على ملفات اللي راح تظهر في كل الصفحات، في كل الصفحات. على سبيل المثال الان انا اريد اطبق البوتستراب على هذا البيج، لازم عندي طريقتين. طريقه تقليديه انه اضعها في داخل الاندكس html البوتستراب، او اضعها وين؟ في الابلكيشن html. اذا وضعتها بالاندكس html لما اصنع صفحه ثانيه لازم ايضا اضع فيها بوتستراب، بينما اذا وضعت البوتستراب في الابلكيشن html راح يتم تعميمها على جميع الصفحات، اي صفحه تخلقها كل اللي موجود في الابلكيشن.html راح يتم اضافتها في كل الصفحات. فاذا انتبه، اذا في عندك اجزاء او شيء معين تحب تظهرها فقط في صفحه معينه يجب وضعها في تلك الصفحه. اذا حبيت تضع شيء يظهر في جميع الصفحات يجب وضعها في الابلكيشن
Layout.html اللي هي موجودة أيضا في الفيو لكن في فولدر اسمه Layout Application.html.erb. هذا الشيء واضح؟